اهلا بحضراتكم معانا. ومصر يعني جميله دايما باهلها، وشفنا جمال مصر كله في اهلها وشعبها وشبابها ونسائها وفتياتها وكل الناس اللي كانت نزلت تشارك المشاركه الكبيره العظيمه في الانتخابات الرئاسيه. والمشاركه دي زي ما كنا بنقول في البدايه كانت مهمه جدا عشان صوره مصر. فالنهارده انا بشكر كل الشعب المصري المشرف الواعي القوي اللي وقف ورا القيادة السياسية ورا بلده، وقفة قوية جدا عشان يقول للعالم كله ان انا شعب عندي وعي. الرسالة وصلت، فانا بشكر حضراتكم شعب مصر العظيم ان انتوا وصلتوا رسالة محترمة جدا للخارج قبل الداخل، ولكل المتربصين وكل الناس اللي كانت بتبص تشوف شكل مصر ازاي. طلع شكل مصر واعي ومنضبط ومنظم، شعب متحضر، شعب لازال ينبض بكل خير، ينبض بالوطنية وينبض بالوعي والقوة وأيضا الحماس، وكله إيد واحدة خلف القيادة السياسية بتاعته. في أي موقف يطلب منه الوقوف هيقف ويصمد. ودي الحقيقة اللي كانت الرسالة المهمة اللي وصلت لكل أنحاء العالم، وكتبت عنها الفاينانشال تايمز، كتب عنها النيويورك تايمز، كتبوا عنها كثير من الكتاب الأجانب. أنا كان بيهمني أن أتابع ده عشان أشوف ماذا يكتب عن مصر. كتبوا أن هم كلام محترم جدا، أن الشعب شعب واعي، وكتبوا أسباب أن ليه الشعب كان نزل يشارك بقوة كانت غير متوقعة لدى الخارج ولدى الغرب. لكن هم برروا التوقعات أن لما الشعب المصري يشعر بالخطر يصطف خلف قيادته السياسية، وده اللي حصل وخلى المشاركة تكون بهذه الصورة المشرفة اللي شفناها. فأنا بشكر شعب مصر العظيم. والنهاردة بنبتدي بأول فقراتنا وأول موضوعاتنا اللي هنتكلم فيها. هنتكلم النهاردة مع حضراتكم عن موضوع من الموضوعات اللي حدثت في مراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الطوارئ والتعامل من خلال وزارة الري، حيث عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات وتجهيز مراكز الشبكة. في شغل، وفي الحقيقة كثير من الموضوعات قائمة. البلد الحقيقة كلها بتشتغل، ولازلنا بنعمل على قدم وساق، وحيستمر العمل لأن لا سبيل إلا بالعمل زي ما قلت في كثير من الموضوعات. بنشوف الموضوع الثاني معنا، شباب مصر يرفعون راية الوطن بمشروعاتهم الخضراء الذكية في مؤتمر المناخ. استطاع الشباب المصري أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن يرفعوا راية وطنهم عالية في مؤتمر الأطراف الاتفاقية للأمم المتحدة بالإمارات المتحدة العربية من خلال مشاركتهم في العديد من اللقاءات والاجتماعات خلال عرض مشروعات نالت ليست بالإشادة فقط ولكن أيضا دعم من قبل عدد من المستثمرين لتنفيذ تلك المشروعات. عندنا من الموضوعات اللي أيضا الموضوع الثالث اللي هو الجمعة المقبلة أن أقصر نهار وأطول ليل في العام تزامنا مع التقلبات الشتوية، فحضراتكم تراعوا هذه الجزئية علشان ربنا يسلمنا كلنا من أي نزلات برد. حيث قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الدكتور جاد القاضي أن فصل الشتاء سيبدأ في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الجمعة المقبلة ويستمر نحو 89 يوما، يعني حوالي 3 أشهر. ناخد بالنا من الموضوع ده أن نحافظ على صحتنا، ده شيء مهم جدا. وده هيكون أن النهار هيكون ذروة فصل الشتاء، أقصر نهار في السنة يصل طول النهار 10 ساعات تقريبا، في حين طول الليل 14 ساعة تقريبا، كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق، وده هيخلي فيه كمية كبيرة من البرودة عبرها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا التوقيت أطول ما يمكن. فده اللي حبينا نحكي لحضراتكم من خلال موضوعات القائمة. اليوم مطار مرسى علم الدولي يستقبل 8 رحلات دولية أوروبية. شايفين برضو لازال العمل على موضوعات اللي هي استقبال الرحلات والسياحة. اللي بنهتم بالسياحة الحقيقة مش رفاهية، اهتمامنا بالفقرات وبالموضوع ده مهم جدا علشان خاطر نوري لحضراتكم ان اهم مصادر الدخل القومي زي ما قلنا قناة السويس والسياحة، فالسياحة بتدخل دخل قومي عشان كده احنا بنهتم بيها. فمهم عندنا كمان من الموضوعات اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم بعد الأذان، في عندنا
ضيفنا الدكتور عادل بدر هيكون موجود معانا النهارده، وهنتكلم على موضوع من الموضوعات عن الموضوعات الهامه. هتتابعوا حضراتكم معانا فقراتنا، وهتتابعوا معانا كل ما يحدث في خلال هذا التوقيت وهذا البرنامج. ولكن بعد هيكون معانا فاصل، هنطلع لفاصل، وفي الفاصل يرفع اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ثم نعود مرة أخرى مشاهدي الكرام لنتابع أهم فقراتنا وضيوفنا في برنامجنا النهاردة. يسعدنا أن حضراتكم تتابعونا ويشرفنا، كونوا معنا مشاهدي الكرام. أهلا بكم معنا، وبنتكلم في موضوع عن تسجيل التراث. التسجيل التراث ممكن الناس تسأل يعني إيه وليه وفايدته إيه وحيفيد بإيه، لكن عندنا في اليونسكو بتلاقي أن الموضوع ده مهم جدا، علشان مفيش تراث إنساني يتسرق، بيأمن ضد موضوعات السرقة، بيخلي اللصوص يعني يعجزوا أو يقاسوا عشان يبقى عارف عملته هتتمسك، عملته مش هينجح بيها، مش هياخد حاجة يسرقها ويفلح أنه يبيعها أو ياخدها أو يخليها لحسابه أو كده يتمصها، مش هيحصل كده. فبالتالي يصرفوا نظر عن العملية دي طالما المسائل موثقة، طالما المسائل ليها كده. هنقدر نعرف موضوعات أكتر عن اللي بتكلم عنه ده من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور عادل بدر، أستاذ بجامعة القاهرة كلية التربية النوعية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. بصفة حضرتك طبعا متخصص في مسألة النحت، حب نعرف في التقديم اللي أنا قلتها أهمية التوثيق بشكل أدق من حضرتك، ونتكلم عن موضوع اليونسكو هذا المشروع. هو طبعا التوثيق فكرة أن بسجل الأثر وبسجل المقتنيات اللي موجودة عندي، بسجل كمان نوع من أنواع التقنيات اللي موجودة، أسماء الفنانين، أنواع الخامات اللي بتستخدم في التقنيات دي، العصور والطرز المختلفة اللي بتستخدم، بحيث أن يبقى لك أنت تميز عن لو في حد تاني بيستخدم هذه الطرز. لأن على سبيل المثال احنا في التسجيل الأخير اللي تم من خلال الاتفاقية مع 10 دول عربية، طبعا على رأسهم السعودية والمغرب، مجموعة الدول تم التنسيق من خلال معاهم، بقالنا سنتين بننسق معاهم من خلال وزارة الثقافة، على أساس أن أنت تطلع بمشروع دولي تقدر تحدد الأسس اللي أنت شغال عليها من خلال التراث اللي أنت بتستخدمه، وفي نفس الوقت يبقى ليك الأسبقية في أن النهاردة أما حد يتكلم على الحرفة دي أو على التقنية دي أو على التراث ده، تقدر تقول أن ده ملكيته تحق لمصر، زي ملكية بيتك. تخيل أنت النهاردة حضرتك ما معكش ورق يثبت ملكيتك للمكان اللي أنت قاعد فيه، بتبقى في مشكلة ومهدد في أي وقت أن الحد يقول لك لا ده مش مكانك. نفس الحكاية، تخيل بقى تراثنا واللي احنا أساسا اللي ملوش قديم ملوش جديد، وإحنا بلد بتتميز بالطرز المختلفة، بتتميز بالحضارات المختلفة، من أول طبعا الحضارة المصرية القديمة، الحضارة الإسلامية، الحضارة القبطية، ومجموعة الطرز المختلفة اللي إحنا بنشتغل على أساسها. فطبعا النهاردة بقى عندي توثيق للكلام ده من خلال أدلة، ومن خلال يعني نقدر نقول عليها زي ما حضرتك قلت اللص أو الحرام اللي عايز يسرق حاجة مش عارف يسرقها، لأنه بالفعل مش هيستفيد بيها، مش هيستفيد بيها، لان حتى لو مش عارف يبيعها قالوا دي مسروقه، تعالى دي مسروقه، ولو احنا ظبطناها في حته هنستردها، دي بتاعت المكان الفلاني او بتاعت كذا او بتاعت كذا. نفس الكلام، يعني هي بالنسبه لك بقى انت عندك كمان مهاره في انك انت تعمل جذب سياحي، جذب اقتصادي، تعمل نوع من انواع التنميه المستدامه للمكان اللي انت بتشتغل فيه، لان النهارده بقى انت موجود على الخريطه الدوليه ليك تخصص في حاجه. يعني الدوله العثمانيه لما جت خدت اسياد الحرفه ومشايخ الحرفه في مصر، خدتهم عشان خاطر تستفيد بخبرتهم اللي هم متميزين بيها كحرف وكصناعيه لهذه الحرف التراثيه. اي ده الكلام ده من سنين. فالنهارده انت بتتكلم كمان على تنبه الدوله والقياده السياسيه خوفها على ان قيمه التراث المصري يبقى موجود، وفي نفس الوقت ان يبقى له مردود اقتصادي ومردود سياحي ومردود عائد ادبي وعائد مادي. انت بتتميز دلوقتي حتى بالاغنيه الشعبيه، بتتميز بالاغنيه بالفنون المختلفه، يعني بنتكلم على ده تامن تراث يسجل او تامن حاجه تتسجل بالنسبه للتراث اللي اتسجلت قبل كده من خلال تراث مصر القديم. ايه كمان بالنسبه لنا فكره الاستفاده اللي نقدر نقول عليها الترويجيه او التسويقيه؟ انت النهارده بتتكلم على تسويق من خلال الانترنت،
التسويق من خلال الانترنت انا مش لازم اشتري العمل، لكن انا بشتريه الكتروني. يعني حضرتك انا كفنان اقدر اعرض العمل بتاعي على سايت على الانترنت وحد يشتريه، بس يشتريه صوره عشان حق الاختراع، بدليل ان انا عندي ما يسمى في اكاديميه البحث العلمي اللي هي توثيق الاختراع او براءه الاختراع لبحث او لفن او لمهنه او لحرفه او تراث مادي. لان احنا لازم نفرق ما بين الاثنين، في تراث مادي وتراث غير مادي. التراث المادي هو الملموس اللي انا بقدر اشوفه، اقدر اتلمسه، اقدر امسكه بايدي. لكن التراث الغير المادي هو التراث الغير الملموس، اغنيه بسمعها، كلمه او شعر ممكن اكون قريته في كتاب، لكن انا مش ماسكه بايدي. فالفرق بين دول وبين دول، في ده حتى اليونسكو لما حب يعرف ده، ان فهم التراث الغير المادي هو الحاجات اللي ليها علاقه بالمجتمع، ليها علاقه بالنواحي الاجتماعيه، بالقيم، بالاخلاق، الحاجات دي كلها. دكتور عادل، الحقيقه مخرجتنا جايبه لنا على الشاشه دلوقتي اجزاء من الحرف اليدويه والحاجات اللي بتتعمل. لو حضرتك شايف معايا دلوقتي على الشاشه هي موجوده، وفي الشغل اليدوي والحاجات اللي هي الاعمال اليدويه وحاجات حرفيه مستوى عالي. نقدر نتكلم ونعلق على ما حضرات السادة المشاهدين شايفينه دلوقتي من هذا التراث، التراث الإنساني والتراث الحرفي والفني وتوثيق ده وأهمية توثيق ده، والموضوع نتكلم عنه؟ طبعا يا ريت. اتفضل. خد بالك احنا كمان عندنا حاجة مهمة جدا، ان احنا بنعيش التراث، بنعيش الفن. يعني المصري القديم لما بدأ حتى يعيش في الكهف بتاعه، بدأ يعمل مجموعة من الخدوش سكراتش على الجدران المعبد. فالحاجات اللي دي توثقت على فكرة وتسجلت، والحاجات الرأس والحاجات دي كلها دي توثقت من ضمن الحاجات اللي توثقت بالنسبة لنا. حرفة زي حرفة النقش أو حرفة الطرق على المعدن، والمعدن ده ليه أكتر من نوع، بنتكلم على الذهب، بنتكلم على الفضة، بنتكلم على النحاس كتقنيات او كخامات، حتى كاسعار النحاس. طبعا الذهب اغلى، ثم الفضه، ثم النحاس. في طبعا معادن تانية زي الصاج وزي الالومنيوم والحاجات دي كلها. النهارده تخيل الحرفي لما بيقعد يحط التصميم بتاعه اللي بيشتغل على اساسه، بيبقى له تميز مختلف عن مثلا اللي موجود في المغرب او كذا او كذا، وبياخد بقى طرز مختلفه. يعني احنا النهارده بنتكلم على الطراز المملوكي غير الطراز العثماني غير الطبق النجمي اللي بيبقى موجود، والادوات اللي بيستخدمها والنقش والحاجات الاواني اللي بيعملها دي بتدي له نوع من انواع التميز. في ما يسمى بالتكفيد، التكفيد ده بيتحط بعد ما الحرفي او الفنان اللي احنا نقدر نقول عليه فنان متميز في شغلته، اللي هي الطرق على المعدن او النقش على المعدن، بيبدا يحط ما يسمى بخامه ثانيه تتحط الضغط جوه الطبق بتاعه. دكتور عادل، انا يهمني في المقام الاول دايما، انا بحب الاقتصاد، انا راجل اقتصاد وعلوم سياسيه وبحب الاقتصاد وبحب ما يفيد اترجم الاقتصاد. احنا اولاد عم على فكره. ايوه دكتور. ونترجم بقى ايه، اترجم الكلام ده لحاجه تفيد بلدي واهلي. الناس النهارده في الحاله الاقتصاديه عاوز فلوس وعاوز اقتصاد، وعاوز ازاي نفيد مصر بالكلام اللي بيحصل ده، نترجم ده لفلوس وعائد يخش للمواطن، يخش للناس، لخزنه الدوله. هل مثلا الناس لما هتزور المتاحف وتزور الحاجات دي في عائد؟ هل الاجانب لما يجي لنا سياحه ويجي لنا؟ مش بس كده. قول لي بقى، ده اضعف الايمان. يعني فكره الزياره او الشراء او الاقتناء ده جزء طبعا عليه عامل مهول جدا، يدخل فلوس للمصر، يدخل جزء للبلد. لان اللي بيجي يزور وانت بتتميز بحاجه بيجي عايز يشوفها وعايز يتفرج عليها وعايز يقتنيها، وهو مسافر كسنفونير ياخدها وهو معاه في البلد. تمام. طب الحاجه الثانيه، انا النهارده بفتح مجال لفكره الحرف المتناهيه في الصغر. انا النهارده بتكلم على قطعه معدن وادوات بسيطه قوي وترابيزه صغيره، ممكن الشباب لما نقدر من خلال بيت التراث المصري والاماكن اللي هي بتعلم في الكليات الفنيه وكليات الفنون والمدارس الفنيه، خلقنا وظائف. ده انت عملت منظومه كامله للعمل الوطني اللي انت من خلاله تقدر تدير مشروعات كبيره ومشروعات صغيره، وتقدر تعمل لها تسويق كويس. لانك انت النهارده حتى الدوله لما تنبهت لاهميه المدارس الصناعيه وبدات ترعاها بشكل محترم، من الطالب او الولد اللي هيخش المدرسه دي لازم يعد اعداده اعداد مهم جدا، بحيث ان انا هستفيد وهو هيستفيد. لان هو النهارده لما يتعلم اصول الصنعه والمهاره، وفي نفس الوقت كمان انا هحافظ على تراثي. لان تعالى نتفق مع بعض ان بعض الحرف بدات تندثر، من ضمنها حرفه النقش على المعدن.
فتخيل في حد بيتعلمها ولا حد قال بالنسبه لي بتجه لحرف تانية او لتخصصات تانية بدون ذكرها يعني ما لهاش علاقة بالتراث المصري. إذن لو سوقنا تسويق جيد، تسويق كويس، تعلمت تسويق اللي كويس، اللي بيشتغل هيكسب كويس، ازاي يقدر يودي الخامة فين، وفي نفس الوقت انت النهاردة كمان الدولة بتعمل، يعني كان انا من ايام كنت بزور معرض للزجاج ومعرض للأخشاب في قاعة المؤتمرات. من الدولة من حوالي 3-4 ايام، كان يعني أيام. انتهى يعني يوم الحد كان اخر يوم ليها، والدوله كان تحت رعايه الدوله. قابلت شباب من كليات فنون وكليات فنية، يعني زي الفنون التطبيقيه وزي الكليات الفنيه، الولاد عندهم يعني مهاره في استخدام حتى فكره الازاز المعشق اللي بيستخدم فيه المعدن مع الزجاج، ده من الحاجات المهمه. وفي نفس الوقت النهارده الطالب هيبص يلاقي ان هي بلده ليها قيمه، لان ده بيديك كمان بعد نفسي وبعد اجتماعي، ان انت بتحس ان انت من بلد ليها تاريخ، ليها بعد ثقافي، ليها بعد سياسي مهم. انا لما سافرت تونس لقيت كتير من اللي هناك عندهم اسواق زي خان الخليلي كده في تونس، وبيشتغلوا على النقش، ويقول لك لازم لما انت راجع بلدك تاخد سيفينيرز، تاخد حاجات وينقش لك باسم قرايبك، ينقش باسم الناس اللي انت عايز تهاديهم، بيشتغل على الحاجات اللي ويعمل لك خصم كمان لو عايز، لو انت هتاخد منه كميه، لانك انت النهارده لما هاجي انا ازور حضرتك في البيت هتعملي دعوه ان انا ازورك، هشوف ده فهطلب منك ده منين، هبقى عايز ان انا كمان اقتني ده بالزبط. ومش بس كده، انا النهارده هروح اسافر الدوله اللي فيها الكلام ده. طب شاب زي اللي بيشتغل زي قدامنا على الشاشه، شاب بيشتغل اهو على النقش وبيشتغل وبيعمل حاجات، الحاجات دي اما الشباب عند حضرتك في الجامعه بيتعلموا وتبتدي مثلا يعمل مصنع، يعمل مكان صغير، يصنع ورشه يصنع فيها ويبتدي يسوق ويبيع ويصدر، هيجيب عملة صعبة وهيشتغل الشباب طبعا، وهو في نفس الوقت بقى فرد نافع، لان انا النهاردة بدل ما خليت البطالة موجودة عندي بقى عندي فرد نافع. لان عايز اقول لحضرتك حتى في منح دلوقتي بتتعمل من خلال الدولة، من خلال اليونسكو كمان، ومن خلال مصر. خلينا نتكلم بفخر وعزة، مصر والقيادة السياسية متنبهة جدا لأهمية التراث. ممتاز. بدليل ان النهاردة انت عندك طفرة كبيرة جدا في عملية التراث المصري، الاماكن الاثرية اللي بدأت تتعمل لها تجديد وتعمل لها تطوير، والتطوير شامل للمنظومة كلها من خلال الإدارة، من خلال الفكرة ازاي ان انا عندي منطقة سياحية اقدر انظفها كويس واظبطها كويس واعمل لها الخدمات اللي هي تقدر بالنسبة لي زي ما حضرتك بتقول هشغل فيها ايد عاملة، وفي نفس الوقت هدر عائد مادي كويس منها، وفي نفس الوقت هجيب السياحة، جذب السياحة ليها، وكمان فكرة الانتماء والمواطنة. النهارده انا لما بحس ان انا في بلد ليها قيمه وليها وزن بحس بيها، وبحس بان انا فرد نافع اقدر استفيد منها، واقدر اعلم زمايلي، واقدر اعلم الناس اللي ممكن تتعلم بسهوله شديده جدا. واحنا بالنسبه لنا المواطن المصري يعني يكفي ان احنا بنقول كده خير اجناد الارض. اجناد الارض مش بس في المجال العسكري، ده اجناد الارض دول اللي هم بينتشروا في كل المجالات، في مجال مدين المعرفه بشكل عام، وفي الفنون والتراث بشكل خاص. ممتاز، كلام يعني مترابط ومتناسق وبيخلينا نطمن ونشوف يعني القيادة السياسية بتهتم بمثل هذه المعارض ومثل هذه الصناعات علشان نقطتين، ان الشباب يشتغل ويجد انكم، يبقى في عائد للشباب مرتب او يبقى عنده يكسب فيصرف على اسرته ويفتح بيت، وده بيهم القيادة السياسية جدا، وكمان يصدر، فما يصدر هيبقى في عملة صعبة تدخل البلد، نوفر دولار ونوفر كده، فأعتقد بالزبط. المسألة ليها مزدوجة من ناحيتين، هي فكرة كمان احنا الدولة دلوقتي متنبهة لحاجة مهمة جدا، فكرة البعد عن الجزر المنعزلة، بمعنى ان الوزارات بقى ليها خطة متكاملة في ضوء رؤية مصر 2030 وضوء فكرة التنمية المستدامة، ان احنا كل وزارة أو كل مؤسسة داخل الوزارة معنية بتنفيذ جزء من هذه الخطة. يعني عندي وزارة التضامن، وزارة التضامن مع وزيرة شاطرة بتقدر تشتغل، بتقدر تبقى متواجدة جوه الشارع، بتهتم بكل الفئات سواء ذوي الاحتياجات او العاديين، وتتعاون معاهم في انها توفر لهم كل سبل النجاح عشان المشروع ده ينجح، وعشان خاطر يقدر من خلالها يبقى عنده عائد مادي كويس زي ما حضرتك بتقول، اقدر كمان انافس، يبقى انا كمان مش بس مجرد التسويق، انا عايز انافس
على المستوى الدولي، لان انت النهارده بنتكلم على تراث زي تراث النقش على النحاس او النقش على المعدن، هما في مجموعه دول مشتركه معايا. ايه اللي انا هتميز بيه كمنتج مصري يتميز عن بقيه المنتجات اللي برضو في مجال النقش على المعدن في بقيه الدول الاخرى سواء دول عربيه او دول اجنبيه؟ انت بتتميز بطرزك، بتتميز بتقنياتك، بتتميز كمان بالشكل المنتج اللي انت بتعمله، لان انت النهارده ممكن تعمل قطع صغيره جدا. تعال نفتكر الصينيه بتاعه الفرح بتاعه العروسه لما بتتقدم، الصينيه الكبيره النحاس بتاعه العلياء يعني الايام القديمه اللي كانت بتحط عليها فكره ليله الزواج ان هي بتحط على صينيه نحاس او طاسه الخضه او 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 الكلام ده كله. الحاجات دي كلها مصر بتتميز بيها بشكل كويس قوي، لان انت المنتج بتاعك منتج يتماشى مع طبيعه واحتياج السائح. انت بتشوف بتحاول تدرسها. دكتور عادل، معنا الدكتور نهل امام، من طبعا كانت في اليونسكو، عايزين ان احنا نتلقى المكالمه التليفونية دي بعد إذن حضرتك معانا تشارك معانا. دكتورة نهلة، ازي حضرتك؟ شرفنا بحضرتك يا دكتورة. دكتورة نهلة، ألو ألو دكتورة نهلة، ازي حضرتك؟ لا الصوت بعيد جدا. حضرتك سامعيني كده؟ ألو سامعني؟ سامع حضرتك، اتفضلي حضرتك. لا مشاركة. أنت عندك تشويش جامد جدا، أنا مش سامعاك. حضرتك مشاركة معانا بالفعل، اتفضلي حضرتك. ألو؟ نحب نسمع لرأي حضرتك. هو يا فندم صوتك بعيد جدا ومشوه، فيه تشويش جامد. طيب نحاول الاتصال مرة تانية بالدكتورة، نحاول الاتصال مرة تانية، ونعتذر لحضراتكم عن هذا العطل، ونستكمل مع الدكتور عادل. دكتور عادل، طبعا احنا كان يهمنا الدكتورة من خلال مشاركات لسه في اليونسكو، وكنا لسه بنتكلم عن أهمية اليونسكو في هذا التوثيق وهذا الموضوع يعني. طبعا فكره يعني نجاح وزاره الثقافه في الموضوع ده بيعتبر انجاز مع 10 دول عربيه معاهم. طبعا قلت حاجه منهم السعوديه وتونس والمغرب، مجموعه الدول دي بالنسبه لك بعد انت قوه واحده، ايد واحده. لان عايز اقول لحضرتك حتى الفكره ان اما بشتغل لوحدي غير لما بتبقى مجموعه عمل ونتبادل اراء وافكار وخبرات طبعا، وده عايز يشتري من عندي وانا اشتري من عنده، نتبادل كل حاجه، بقى في تبادل تجاري، بقى في انت بتغزو كمان السوق الدولي مش بس السوق المنتج العربي. ممكن يتعمل مؤتمر في الامارات، مؤتمر في السعوديه، معرض هنا معرض هنا، الناس بتسافر وتروح وتيجي، والناس هتيجي وانت هتروح عندهم، يبقى انت في احتياج. طب ايه الجديد اللي عندك؟ طب ايه الجديد اللي عندي؟ نقدر نتواصل مع بعض، نقدر نشوف نحسن ونطور الصنعه ونطور المهنه. هي القصه مش بس ان انا احافظ على تسجيل وتوثيق، لكن اسيب المهنه على حالها. هنعمل محاوله ثانيه مع الدكتوره نهله. يا دكتوره الو دكتوره، نعمل محاوله ثانيه كده. احنا يا ريت نسمع لراي حضرتك بعد هي في الدوره اللجنه الحكوميه الدوليه لمنظمه اليونسكو الشهر ده، تم توثيق عنصر جديد لمصر، وهو يعتبر العنصر الثامن على قوائم اتفاقيه صون التراث الثقافي غير المادي العالمي اللي هي سنه 2003، ومصر سجلت الفنون والمهارات المرتبطه بالنقش على المعادن الذهب والفضه والنحاس، وده يعتبر نقص كبير لانه عنصر مشترك كانت بتنسق ليه منظمه الالاكسو، وقامت بيه 10 دول، فاحنا 10 وزارات ثقافه عربيه قعدت مع بعض لتصيغ هذا العنصر الهام اللي مصر متميزه بيه. يمكن ده بيتزامن واحنا بنحتفل وبنفكر في المتحف الكبير، وازاي النقش على الذهب ومجموعه توت عنخ امون، وازاي توارث المصري هذا الفن منذ عصور مصر القديمه وظل مرتبط بها في الثقافه القبطيه ثم الاسلاميه حتى الوقت المعاصر. ما زالت مصر قابضه على تراثها، وما زلنا بنمارسه بنفس الحيويه ونفس الفنون، ويتوارثه بحرف المصري. تمام، مبروك يا دكتور. الدكتور عادل بيبارك لحضرتك. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. احنا يعني كده قدرنا نضيف اضافه جديده، واحيانا بشكر حضرتك على هذا اللقاء ايضا، ويعني نود ان يكون في لقاءات قادمه ويكون بقى في ورش اكتر. انا عايز الشباب، ان يهمني الشباب مصر يشتغل، فمن خلال دور حضرتك واساتذه الجامعات وتساعدوا الشباب، ان الشباب توجهه يعمل ايه لما يتخرج، مش هيقعد في البيت يشتغل، هيعرف يمشي اموره ازاي في شغله، ان هو
يفتح سوق او يشارك في الاسواق اللي بتتفتح ديت، بالتالي ممكن يعمل ورشه صغيره يشتغل في حاجه تجيب له دخل ويصدر ويشتغل وكده، يهمنا يعني. هي الحقيقه جامعه القاهره كان يعني ليها الرياده في الحكايه دي. انا بصفتي مدير بجانب طبعا عملي كاستاذ في الجامعه مدير وحده الفن وتجميل البيئه، تنبهنا من خلال النقطه دي ان تعليم الفنون وتعليم التراث المختلفه لحتى مش لازم يكون طالب جامعه او طالب ثقافه او طالب فنون. أنا بشكرك دكتور عادل، شكرا جزيلا، وهنلتقي إن شاء الله في وقت قادم. شكرا لحضرتك، شرفت بيك. ميرسي لحضرتك. مشاهدينا بشكر حضراتكم يعني على متابعتكم لينا، واستمروا في متابعتنا عشان معانا موضوع قادم جديد في الفقرة الثانية، هتتابعونا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام.